توقع خبراء اقتصاديون انتعاش أسواق الضفة الغربية خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وذلك نتيجة لتجميد الاحتلال قرار إعطاء 83 ألف تصريح دخول للفلسطينيين إلى القدس وداخل الخط الأخضر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. يأمل تجار الضفة الغربية هذا العام بتحقيق موسم اقتصادي جيد بعد أن جمد الاحتلال استصدار التصاريح في أعقاب عملية تل أبيب الأخيرة، بحيث يرى اقتصاديون أن وقف التصاريح سيؤثر على الحركة الشرائية في السوق الفلسطيني بشكل إيجابي. أسواق الضفة الغربية راح تكون أكثر انتعاشاً ما كانت عليه خلال السنوات السابقة، بحكم أنه 83 ألف تصريح اللي تم إصدارهم خلال بداية شهر رمضان وقبل شهر رمضان تم تجميدها. قد يكون الانتعاش مش بالدرجة اللي بتوقعها التاجر الفلسطيني ومش بالدرجة اللي بتمناها الاقتصاد الفلسطيني، لسبب أنه تبعات الهبة الشعبية ما زالت واضحة على أسواق الضفة الغربية. المستهلك الفلسطيني أصبح عنده خبرة في التعامل مع المصروفات في حالة وجود التوترات الأمنية. الخاسر الأكبر من قرار تجميد التصاريح هو المحال التجارية العربية في القدس، وهذا الأمر الذي يجب القلق حوله بحسب الاقتصاديين، لأن دخول الفلسطينيين كان بمثابة الفرصة للإبقاء على العلاقة الموصولة بالاقتصاد المقدسي كجزء من الاقتصاد الفلسطيني. هذا الأمر فيه له تأثير سلبي على التاجر المقدسي اللي أصلاً بيعاني من شح في القوة الشرائية خلال شهور السنة العادية، وهو شهر رمضان بيكون شهر ذروة له، لذلك مستهلك الضفة الغربية ما رح يكون حاضر في أسواق القدس. بالتأكيد هي التأثيرات رح تكون بشكل أكبر إيجابية لأسواق الضفة الغربية، سلبية على أسواق القدس، وممكن مش تأثير الكبير على أسواق مدن الداخل الفلسطيني مثل عكا وحيفا والناصرة. رغم أن المخاسر لن تكون كبيرة على الأسواق الإسرائيلية نتيجة منع التصاريح داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة، إلا أن المكسب سيكون كبير على الأسواق الفلسطينية والتاجر الفلسطيني، فالأموال التي كان سيصرفها الفلسطينيون في أسواق المدن المحتلة ستصرف هنا في أسواق الضفة الغربية، إلا أن الخاسر الأكبر في هذه المعادلة هو التاجر المقدسي. من فلسطين المحتلة، حافظ أبو صبرة، رؤيا